صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل، راح أحكي عن لحوم الدواجن وفائدتها بالنسبة لزمرة الدم. أو هلا بالنسبة للحوم الحمراء، أسبوعيا الحصة بتكون 120 ل 180 جرام للرجال، ومن 60 ل 150 جرام للنساء والأطفال. عند العرق الأسود من 5 إلى 7 مرات، عند العرق الأبيض من 4 إلى 6 مرات، والأصفر من 3 إلى 5 مرات. أما بالنسبة للدواجن فهي كمان نفس الحصة، يعني 120 ل 180 جرام للرجال، 60 ل 150 جرام للنساء والأطفال. العرق الأسود من مرة لمرتين، العرق الأبيض من 2 ل 3 مرات، والأصفر من 3 ل 4 مرات. كلوا لحم البقر خالي من الدهون، ولحم الغنم والحبش والدجاج وأنواع السمك التي يسمح لكم بها قدر ما تشاءون. وكلما زاد معدل الضغط النفسي في العمل الذي تمارسونه، أو كلما كانت الرياضة التي تمارسونها مجهدة، كلما كان عليكم أن تزيدوا كمية البروتين التي يجب أن تتناولوها. لكن تنبهوا دائما لحجم الحصة الواحدة، فأجدادنا ما كانوا يشبعون شهيتهم بقطعة ستيك زينتها 480 جرام، فاللحم في زمنهم كان نادرا وثمينا جدا. حاولوا إذا ألا تأكلوا أكثر من 180 جرام من اللحم في الوجبة الواحدة. يستطيع من فئة دمه أو أن يهضم اللحوم جيدا، كما يستطيع جسمه أن يخضعها لعملية استقلاب فعالة. ويعود الفضل في ذلك إلى نسبة الحموضة العالية في معدة من يحملون فئة الدم أو. كان هذا العامل حيويا جدا لدى أصحاب الفئة أو الأوائل، لأنه ساعدهم على البقاء والاستمرار. لكن عليكم أن تحرصوا على إقامة توازن ما بين البروتينات الحيوانية والخضار والفواكه المناسبة، كي تتجنبوا فائض الحموضة في المعدة، علما أن هذا الفائض يمكن أن يسبب لكم تقرحات وتهيجات في بطانة المعدة. إذا كان فئة دمك أو وأجدادك من العرق الأسود، يستحسن أن تفضل اللحم الأحمر خالي من الدهون على اللحوم المدهنة والدواجن مثل لحم الغنم والدواجن. إن جينات الفئة أو مصدرها إفريقيا، وأجدادك هم أصحاب الفئة أو الأوائل، لذلك من الأفضل أن تختار بعناية البروتينات التي تستهلكها، فتنتقي أنواع اللحوم التي كانت متوفرة لأجدادك الأفارقة. اللحوم والدواجن المفيدة جدا: لحم البقر، القلب، لحم الخروف، لحم البقر المفروم، لحم الغنم، لحم العجل، لحم الجاموس، الكبد، ولحم الغزال. اللحوم والدواجن غير الضارة: الدجاج، الحجال، ديك الحبش، الدجاج الرومي، التدرج، السمان، البط والأرنب. تجنبوا لحم الخنزير، البيكون، لحم المقدد، لحم الأوز، ولحم الجامبو. هلأ بالمجمل هذوني بالنسبة للحوم والدواجن المفيدة بالنسبة لزمرة الدم. أو إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.